بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا على الكومبانيون اوبجكت، هنتكلم معاه مع حاجة اسمها او مفهوم اسمه الاكستنشن فانكشنز. ازاي اكستند فانكشن او ازود فانكشنز على الاصل اللي موجود. انا هعمل امبورت الاوبجكتس عشان احنا كنا عايزين نستخدم منهم حاجة. الاوبجكت جواه تيبل، فانا عايز استدعي الشغل اللي كان موجود عندي في التيبل الكلاس اللي احنا كنا عملناه من شوية اللي كان فيه الكومبانيون اوبجكت. طيب عايز استخدمه بس، فانا عملت امبورت الاوبجكت دوت تيبل اللي هو بتاع المثال بتاع الفيديو اللي فات على طول. فانكشن اسمها تيبل دوت ابديت رو. تيبل ده اسم الكلاس، دوت ابديت رو دي فانكشن مش موجوده، احنا كان عندنا ديليت وعندنا اد. فعملت ايه؟ فان تيبل دوت ابديت رو بتساوي برنت لاين رو ابديتد سكسسفلي. ماشي، مجرد مسج دلوقتي بس لمجرد نفهم الفكره. مفترض ان الفانكشن دي تم الحقها حاليا بالكلاس اللي اسمه تيبل، ولو انا عايز اضيفها جوه الكومبانيون اوبجكت هقول تيبل دوت اسم الكومبانيون اوبجكت تيبل اوبريشنز خلاص دوت مثلا فيتشرو. يبقى فيتشرو دي هتضاف، هي اكستنشن فانكشن، هتضاف على الكومبانيون اوبجكت اللي موجود جوه الكلاس اللي اسمه الكومبانيون اوبجكت كان اسمها تيبل اوبريشنز. اما الابديت رو دي اضافت على الكلاس ذات نفسه، اضافت على الكلاس ذات نفسه وعملت رو ايه فيتشد سكسسفلي. يبقى ضفنا كده، عملنا اكستنشن فانكشن عاديه وعملنا اكستنشن فانكشن جوه ايه، جوه كومبانيون اوبجكت. ايه اللي انا عايز اوضحه؟ لو كومبانيون اوبجكت مش ليه اسم، لو ليه اسم خلاص هنقول تيبل دوت التيبل اوبريشنز دوت اسم الحاجه وخلاص. طب لو كان الاوبجكت الكومبانيون اوبجكت ملوش اسم هتعمل ايه؟ هتشيل كلمه تيبل اوبريشنز وتكتب بس كلمه كومبانيون اوبجكت بدل ايه، بدل كلمه تيبل اوبريشنز او بدل الاسم اللي انت عاوزه، بدل الاسم اللي انت ايه اللي انت عايزه. فعملت فانكشن دوت كومبانيون اوبجكت، هاخد كوبي من اللي فوق كده، لا اشيل بس دي عشان اوريكم. لما شورت خليتها كومبانيون اوبجكت من غير نيم في المثال اللي فات، هقدر دلوقتي اقول ايه دوت كومبانيون من غير كلمه اوبجكت، تيبل دوت كومبانيون دوت ومتقال فيتش ايه فيتش رو، واعمل بقى الكود اللي انا عايزه والكلام ده كله. ده الكلام ده يبقى تمام بالنسبه لي، بس طبعا افتح قوس واقفل قوس واعمل برنت لاين والكلام ده كله. خلاص الكلام دوت لو انا ايه، لو انا مش عندي اسم، رجعت التيبل رجعت اسم بقى الكومبانيون اوبجكت خلاص، يبقى لازم اقول ايه، لازم اقول اسمه. تنسوش في في السطر دوت ان بعد كلمه فيتشر في قوسين. تمام، تعال نجرب ونعمل فانكشن اسمها مين. هعرف var tbl من التيبل اللي احنا كنا عارفينه. مفترض دلوقتي انا عندي اتنين functions عاديين الاد والابديت، وعندي اتنين function companion اللي هما الديليت والفيتش. فقلت tbl dot add get، هلاقي ايه dot update row get، مفيش اي مشكلة. عايز انادي بقى على الديليت والفيتش، يبقى لازم اقول اسم التيبل، اقول اسم الاوبجكت dot feature row اللي هي الهيلة companion دي، ونفس الطريقه انادي على الديليت لان هي كومبانيون اوبجكت برضه، فاقول له تيبل دوت ايه ديليت رو. يبقى دي الطريقه، ادي اتنين فانكشن اتحطوا في الكومبانيون اوبجكت واتنين فانكشنز عاديين، ودي الاكستنشن فانكشن يعني اضفت على الكلاس، على كلاس اصلا اتقفل. ودي طبعا بيبقى ميزه مهمه جدا حتى لما نشتغل في تيم وركينج، ممكن حد يبدا يعمل كلاس والتاني بيضيف عليه شويه اوب فانكشنز من غير ما يتعلق على الملف بتاع زميله والى اخره يعني. فطلع لي ادي ايه، رو اد سكسسفلي وابديت سكسسفلي وفيتشد سكسسفلي وديليت سكسسفلي، كل الفانكشنز تم النداء عليها بدون ايه، بدون مشكله. فالكومبانيون اوبجكت مفهوم مهم، والاكستنشنز فانكشن مفهوم مهم جدا برضو.